من إن لم نكن للناس غيثا في المحام. ما الخير ما تفسيره فعل به قلبي اطمأن. للخير أشكال كثر كف الأذى طيب الأثر بنصيحة علم بنا أو بسمة ملء الثغر. والرزق أحيانا يكون ابنا أبا أما حنون في راحة في صحة ما كان في شكل ولا الفقر وباء. فالجود من كف البشر والفضل من رب السماء. كم من فقير معدمي وغني نفس منعمي يؤتى برزق طيب يعطي بكل تكرمي. من نحن من إن لم نكن للناس غيثا في المحن. ما الخير ما تفسيره فعل به قلبي اطمأن. قد يولد البعض مختلفا بطريقة ما. قد يتعرض آخرون لحوادث تجعلهم مختلفين. مهما كانت اختلافاتنا فلنا الخيار أن نتخذها كإعاقة أو كتحدي. للجميع حق أن يحظى بفرص متساوية. لا يحتاجون إلا أن يتوقف المجتمع عن إعاقتهم. لك عربي ها؟ اي نعم. من الشكل ما شاء الله من عراقي. والنعم ما شاء الله. الله يبارك فيك. عندك سيجاره؟ اذا ممكن. بس انا ما ادخن. يعني انا قلت عندك سيجاره من باب انه والله في السيجاره انا هسه رجعت عليها ثاني تقريبا حوالي اسبوع. كنت قاطع يعني. كنت قاطع السجاير. ايوه. بس من الظروف اللي عندي شويه والامور شويه كلش صارت يعني. اللي افهمه ان انت تطلع التفكير كله في السيجاره، يعني السيجاره تهديك مثلا؟ والله السيجاره شلون نقول يعني بنت معوقه يعني عمرها 25 الاحرى 26 سنه. معوقه؟ معوقه. خذيتها في المستشفى سوى لها اجراءات وما شنو تقريبا مسكت حوالي 3 شهور سحبه من ظهرها سووا بها شلل قلت ما اعرف وضحيت بكل شيء طلعت بعد وظليت النظر بعد وين ما اسمع اكو في مكان دكتور جيت او كل شيء اخذها اروح فيه يعني اللي افهمه انت تلف
الدنيا بس اساس ندور علاج. زوجتي تعرضت الحادث منها. الله يعينك. الله يعينك. الكتف انكسر، شدوها بلاتي ورجل قدم. والله انا هو هاني الام وانا الاب وانا اللي اغسل وانا اللي اطبخ وانا الحمد لله بشكل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. بك. بك. طيب عمي انا عندي شيء يعني ابيك تشوفه. معاك ابن غريس، احنا عندنا فكره نعم ان شاء الله ان نلف فيها العالم، وسبحان الله كل ما نلتقي في شخص عربي او غير عربي الله يطول عمرك يا ولد، الله يحفظكم، الله ييسر امركم يا حبيبي. أنا ما كملت. لا كتاب مبين من عنوانه خلاص يعني. أنا ما كملت. أنا اللي في بالك يمكن مش هو. لا صوت. صوت من حقاني. طيب. طيب. والله كل ما يصوت. أجركم عند الله إن شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك. طيب. أنت ومن معك إن شاء الله. الله يبارك فيك. خلينا ناخذ أجر. معاك يا سلام. إن شاء الله يبارك فيك. يا أبو عبد القادر اختار واحد من الاثنين. أنا ما أختار. لا لا اختار. أنا ما أختار. اختار تفضل. وخاف يطلع شيء مو إلي. لا لا لك، صدقني لك. هذه الكروت مش كلها لك، في اثنين منهم لك. يلا تفضل. تفضل افتحها. يحفظكم نعم كبير يا عبد، وجعل حسن هاتكم لا الله يحفظكم. اللهم امين. الله يكتب لك الخير. الله يسلمك يا عبد. طيب احنا جينا عشان بنتك الله يحفظها. نعم. وعارفين جزء من القصه اللي انت قلتها، والله يفرج يعني عليها وعليكم ان شاء الله. ربي يحفظك ان شاء الله. الله يبارك فيك. جزاكم عند الله. انا بالنسبه لي ما املك غير بس الدعاء. الله يبارك. اسال الله يسدد خطاكم يا عبد. معك. ويحفظكم ويحفظ أولادكم وأهاليكم وكل شيء. طيب اختار واحد ثاني عشان ناخذ دعاء أكثر. كثير يا عمو علي. نيجي والله يا أشوف زوجتي تمشي ترجع تمشي شيل عني الحمد لله الحمل هذا. وبنتي هاي المعوقة بعد تاء السحايا بالدمام، بس الله يعلم شفاها وين. يا 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 صدقني اللي راح نقدر نقدمه والله ما راح نتأخر. عمو كله خير. وهذا مش من عندنا، في كثير من الناس والله يساعدون أهل خير. يعني يمكن انت تشوف التلفزيون اللي واقف قدامك هو اللي طالع في الصورة، لكن صدقني في طريق كبير. خلي هذه عندك. نعم. هذه كل مرة راح تفتحها اللي الكرت الثالث تذكر ان ابن غير طلبك ان انت ما تدخل. والله كل ما يطلع برا وباوه اشهد ما في الله وكانه الشخص اللي قاعد يشوفون الفرحه بقلوبهم يعني. الله يبارك فيك والله كلامك يسعدني. الله يحفظك. وللامانه هو كله عشان بس نوطد كلمته ونوثق كلمه ان الناس من عندكم. والله انتم عادل كريم على تعريف الامارات. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. وان عندكم كلنا اهل. الله يحفظك. كلنا اخوان. اي والله والنعم والله. والله يريح قلبي. الله يريح قلبك والله. والحمد لله من الله سبحانه وتعالى راواني وجهك يا والله غير هو الاسم غير. الله يبارك في برنامجك. بس استر علينا. لا يا ابوي على راسي والله يا الله يبارك فيك.
انتي شو تشتغلي فاطمة؟ هلا انا بالبيت وبعلم عربي، دروس عربي، ببيع امرار اكل، وجبات اكل عربي. طب شو بيسلم لنا؟ ما شاء الله عليكي. من متى انتي على الكرسي؟ وقت ما كان عمري 19 سنة. 19 سنة من حادث السيارة. الله يحفظك. وبعد عم نعمل ثيرابي. شو قالوا لك؟ هلا قالوا لي انه ان شاء الله الخير، بس هي مش لازم تضلني واقفه على العلاج، اعمل دائما علاج وهيك، بس يعني بعمل شوي بقطش شوي، بعمل شوي بقطش شوي. التقطيش هذا عم بياثر؟ وليش عم تقطشي؟ الجروح. يلا الله يعينك ان شاء الله. انا مستغربه من كل الوضع، بس ما بعرف. مستغربه من شو؟ أنا اسمي غيث. أنت تطلع ببرامج، طلعت ببرنامج بس ما كنتش تكشف وجهك، صح؟ إيه هو أنا. حضرتك بتكون تشرفت لما عرفتك. الله يبارك فيك. الله يحفظك يا رب. الله يبارك فيك. وفيك إن شاء الله. بما أنك عرفتينا، عشان ما نطول الموضوع، أنا عندي لك هدية فاطمة. عندنا 3 كروت، هي إن شاء الله تكون كروت سعادة لك، منهم 2. يمكن يكون في أشخاص كتير بحاجة أكثر. هلا أنا لو كنت مطرحك أنا رح ساعد كتير، ورح ساعد كتير أشخاص. أنا ما بتحمل وما بقدر، بالعكس أنا مش قصة تعاطف، بحس إنه الخي لا أخي، صح، وإنه ديننا الحمد لله رب العالمين وصى بالإخوة، صح، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، صحيح، الخي لخي واللي هي الناس للناس، صحيح. وهذه احنا رسالتنا، يعني انا صدقيني حتى انا محتاج، يعني انت بتشوفيني اني انا ساعد الناس، حتى انا محتاج، لكن حاجتي هذه بيني وبين الله، يعني احاول اني انا ما اطلعها للناس، لان هيك الحياة، يعني الواحد يشيل نفسه بنفسه، لكن في كثير من الاحيان ننكسر، انا في كثير من المرات محتاج حد يساعدني، فهي هيك الحياة. طيب خلينا نخلص شغلنا، بما ان انت هلا عرفتنا، اختاري واحد من الثلاثة. يلا بسم الله. الله يبارك فيك. طيب هذه عشان معك ان شاء الله. طيب هذا عشان تكملين علاجك، وهذا ما تفكري فيه، اعتبريه مخلص ان شاء الله. خذي كرت ثاني. والله ما بعرف شو بدي اقول لك. الله يبارك فيك يا رب. فيك ان شاء الله. الله يبارك فيك. ما بعرف شو بدي اتشكرك، بس عن جد يعني انت انسان كل ما تحويه الكلمه رائع. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. طيب الحين انت المفروض تطورين مشروع زوجك وتمشي الامور، وان شاء الله احنا معك. الحين انا راح اطلب منك طلب، اللي مطلوبه من الشخص من بعد التصوير، ان هل هو يوافق ان نعرض ولا ما نعرض، فانت عندك الموضوع. هيك انت عرفتنا وعارفه ان في كاميرات. لي انا ما عنديش اي مشكله. حلو. لا أيضا أي بالعكس، يعني الإنسان سبحان الله الأخ للأخ، وبارك الله فيك. الله يبارك فيك. الله يجزيك كل الخير. الله يبارك فيك. الله يحفظك يا رب. معك إن شاء الله. إني وصلت من آخر الدنيا، أنا بس شفتك بلبنان. شفتينا في لبنان مع محمد، صح؟ إيه. شفتك بعد. تزوج ما شاء الله. أبو سليم، عمو سليم. عمو سليم. وشفتك مع شفتيني كمان. أيوة. بس ما قدرتش أحضر لأنه ما يعني فرق التوقيت. محمد هلا متزوج. ما شاء الله، سبحان الله، هو غير حياته بنفسه، لكن قد نكون احنا سبب نؤجر عليه لا اكثر ولا اقل. الله يبارك فيك يا فاطمه. كان بدي اخذ لك صوره، بس بعد خلينا ناخذ موافقه زوجك بعدين. طيب شكرا يا فاطمه. حتى انا ما فيني اخذ صوره معك. لا اخذ صوره معك، بس عن جد للذكرى، يعني للذكرى في يوم من الايام ان شاء الله. ليه بتغطي وجهك ما بتبينش وجهك؟ وهذا هو الخير، احنا بدنا الخير اللي يتكلم مش غير. الله يبارك فيك. شكرا يا فاطمة، نلتقي على خير.
السلام عليكم. كيف الحال؟ كيف حالك عمي؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. انتم من وين عمي؟ من ديالى بالعراق. من العراق ما شاء الله. الله يبارك. كم سنة هني؟ هاي الرابعة، بدينا بالرابعة ان شاء الله. الله يكتب لكم الخير. انا عندي هدية للصغيرونة اذا تسمح لي. شو اسمها ما شاء الله بنتك؟ سجود. 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 طيب. سجود. شوية سماعتها خربانة. هي ان شاء الله راح نشتري لها السماعة. هي ما تسمع؟ لا صعبة. فيها هذه المعينات السمعية تسمع. بس حاليا هذه عاطلة. هاي الثانية اللي عطلت هنا. كل سنة تقريبا نحاول نبدل لها. الله يعينها. وهذا طبيعي صحيح؟ يعني من صار انفجار شوية ووقعت، وبعدين بعد أشهر يلا حسينا عليها الصدمة صارت. الله يعينها. فصار عندها انقطاع ضعف بس عصب السمع. لا علاج؟ علاجه تسجل في مركز تخاطب يعلموها على حركة الشفة والاعتماد على النطق والاستماع على السماعة. الله يصلح. زين عمي، هذه كروت، احنا نسميها كروت السعادة. نعم ان شاء الله، لعل وعسى تكون فيها سعادة لكم. اختار منها واحد. اختاري. أبا هذا. يلا بسم الله. صحيح. واو سماعات. طيب هذه سماعات، الله يبارك فيك. الله يسلمك، بارك الله فيك. فينا نجربها؟ ان شاء الله. لا سماعات سماعات. كنت انا امنيتي احد يوصل صوتي اليه. مين انا؟ اطمئن يا قلبي. بس كنت ما اقول انكشف. امي صعبه اتمنى. الله يبارك فيك. قلت حتى ما هذا شيء بالاحلام ما يصير على راسي. من الله يبارك فيك، انقذت حياه طفله. احنا ما سوينا شيء للامانه، يعني اللي وصلنا وكان الحل بسيط. سجود سجود خذي. سجود تسمعيني؟ صوت واضح؟ طيب اسمعي سجود. عمي ان شاء الله خذ كرت ثاني. تفضل افتحها. بابا ايوه بابا ايوه الحين سمعنا صوتها. يلا بسم الله. هذه هدية لسجود عشان تكمل في التعليم. شو الشيء اللي في بالك تبي يتحقق؟ يلا يا امي تفضلي. اي شيء يضمن انه انت مثلا في زمن معين، بدايه الشهر وسط الشهر، انه ينتظر هذا الشيء يجي، انه ما يخلي اطفالك انه تنام وشايل هم انه باكر شلون تجيب لهم الاكل. صدق ثق بايات الله، انا اطبخ مره واحده لان ما عندي امكانيه اطبخ مرتين باليوم وانا عندي 6 اولاد. هنا الناس تشتري، تشوف لكن تشوفهم يشترون تريد شو تشوف. ما اقدر اقدم لها عذر، ما تفهمني انه هذا الشيء انا ما اقدر عليه، ما اقدر اوفر هاي، ما اقدر اجيب هيك اللي يشتري شيء لازم. فهمت. اتمنى بالزايد بيني وبينك يا ابي. الله يبارك فيك. والحمد لله. الحمد لله. هو كلمة الحمد لله هي الحل لكل شيء. طبعا أشكرك على مساعدتك لكل الناس. والله هذه مش مساعدة عمي، هو أنا محتاج هالشيء صدقني. يعني أنا من داخلي محتاج أني أوصل عند الناس عشان هي الناس تساعدني. يمكن الناس فاهمة الموضوع غلط، فاهمة الموضوع أنه هو هذا الشخص يروح يساعد. لا صدقني، لأن هذه المساعدة تحسب لي، تسجل لي، وإن شاء الله كلنا نأخذ أجرها لا أكثر ولا أقل. شكرا، نلتقي على خير، سامحونا، مع السلامة.
أنا هنا من فئة متلازمة داون، عمرها الحقيقي 39 سنة، لكن مخها وعقلها نفس طفل صغير. الله يعينها. هنا هنا give me five. How are you? Hola. أنا هنا. I have a gift for you. Do you like it? Cantona canción. Sí. يلا كنت راب راب بتغني راب. فايف هنا اختاري واحد اسكهونو 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 ليش هير هذا الحليق بإذن الله. أعطيني شنطتك خلينا نحط الله يلا. You like it? Wait. Bien. أبا. واه. الله. Bien. ها كاميرا. تبي تصورين لحظة أعطيني أسوي هذا بس إن شاء الله يكون فيها فيلم. أنا هنا من يعني من الناس اللي تحتاج رعاية كبيرة. طبعاً أنا ما عندها حد يرعاها غير الدار اللي هي فيه، وإحنا اليوم طلعناها منه لأن اكتشفوا إن في 5 حالات كورونا، فالمفروض هي شوي تكون برا. لكن مثل حالة أنا هنا رعاية كاملة في ظروف يعني المفروض متناسبة معاهم، خصوصاً اللي ما عنده أسرة. ما شاء الله ما شاء الله. أنا هنا أنت راضية؟ راضية راضية تسوي اللي كذي؟ أوكي. الإيد الثانية أنا أقول خلاص يكفي الله يبارك فيك. سكري 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 أيوة سكري سكري. لا لا خلاص خلاص. أنا هنا give me five. أوكي أنا أسوي لك أنت تبين؟ آه اوكي هنا هنا يلا سكري اعطيني يدك. مهما اختلفت أنواع المشكلات التي يعانونها، هنالك دائما علاج أو حلول تساعدهم على تخطي إعاقاتهم. نحن بدورنا ساهمنا بإيجاد أمل جديد لمجموعة منهم، وفتحنا باب تبرع جديد لكفالة أصحاب الهمم لنسهل عليهم حياتهم. كونوا جزءا من مبادراتنا وساهموا معنا في تقليل الفقر في العالم. Thank you.